حسن فين مروان؟ مش عارف والله يا عمتي. خير يا عمتي؟ انت فين يا مروان؟ ما لقيتكش طول الليل وسألت عليك زينب قالت لي ما بقيتش في البيت، كنت فين؟ كنت مع ابوي. الله يرحمه. حضر لك تفطر؟ لا بس انا عايزك تقولي لي الكل اللي انا عايزهم دلوق. دلوق. حاضر. انا رايي انك تطلع تريح وتنام. ما عادش في وقت للراحه ولا للنوم يا حسن. انت ما نمتش طول الليل وشكلك تعبان قوي. خايف عليا؟ اه طبعا خايف عليك. مش عايزك تسال السؤال ده تاني يا مروان. حسن أؤمر يا خوي. البيت دي مش هيقوم لقومة غير بي أنا وإنت وبس. أنا عارف الكلام اللي هقوله مش وقته، بس لازم أصفي كل حاجة معاك عشان نحط النوبة على الحروف. وأنا موافق على كل اللي هتقوله. ليه؟ لازم تعرف كل حاجة عشان تبقى على نور، عشان لو حصل حاجة بعد كده أفكرك إن أنا قلت لك. وأنا سامحك. المركب اللي ليها ريسين تغرق يا حسن. وانا مش هسألك عن حاجة يا مروان. لا لازم تسأل وتعرف كل حاجة. في حاجات كتير انت ما تعرفهاش انا هقول لك عليها. لازم تسأل وتعرف اللي جاي واللي رايح والناس اللي احنا بنتعامل معاها. من حقك تسأل وتعرف انا بصرف ده فين وليه، ومن حقك كمان تقول لي حقي قد ايه. لكن مش من حقك يا حسن تراجعني في أمر أنا خدت فيه قرار. مش من حقك كمان توقف قدامي وتمسك الدفة من يدي. اتفقنا؟ اتفقنا يا أخوي. اتفقنا. اقعدوا. انا مش عارف اقول مرت عمي ولا مرت ابوي. وليه ما تقولش يا امي؟ اما ليه؟ كانت امي ماتت انا لسه عايشه. الله جرايه يا جبريه، مش جوز بنتي اطمن عليه وزي امه؟ كريمه عارفاك انا، اما يكون عندك كلمتين تعبينك قوليهم وارتاحي. كل اللي انا عايزاه اطمن على مروان ومراته بس. تقلقيش عليه، انا هطمن عليه وانتي اطمني على نادي اولى. لو نادية عايشة لغاية دلوقتي كنت خنقتها بإيديا، أنا اتبريت منها خلاص. إحنا لسه فيها. أقول لك إحنا نروح الحكومة ونقولوا سوا إن مش هي اللي قتلت ونجيبها لحد هنا، أنت تقتليها وأنا أدفنها بيدي. أما اطلعي فوق. سمعت يا أمه؟ اطلع فوق. خبري يا مروان، هل حسك علي؟ لما أبوك لسه ما شافش؟ مش عايز كلام كتير، والكلمة اللي هقولها مش عايزها مرتين. وأي واحدة في البيت ده تسمع الكلام حتى لو كنت أنت يا أمه. هدي نفسك يا مروان يا حبيبي،
أنا عايزة أطمن عليك. مش عايز حد يطمن عليا ولا يفكر في حالي. وكل واحدة فيكم تقفل بابها عليها وما اسمعش حسها. البيت ده مش هيطلع منه غير حس واحد، هو حس هنا. وكل اللي هقوله يمشي، سامعين؟ اسمع بقى يا مروان اللي انا هقوله لك. الكلام بقى ينفع عينيكي. انسي ناديه كانها ما اتولدتش. زينب مرتي، واللي هقوله هتعمله من غير اي كلام. البيت ده في يدي، مش البيت بس، البلد كلها. اللي مش هيسمع الكلام ياخد بعضه ويمشي، بس لو طلع مش هيرجع مره تانيه. مرت ابوي مش عايز اسمع حد فيكم، لا انت ولا امي، طارق مع التاني، ولا حد فيكم داس للتاني على طرف، مفهوم؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلمني بيها دي؟ مالك فارد دلوعك علينا قوي كده؟ مفهوم ولا لا؟ ايه؟ مش سامعين؟ مفهوم ولا لا؟